نروح لتصريح وتعليق من كابتن احمد حسن لاعب منتخبنا الوطني الاول السابق، واللي اتكلم طبعا وعبر قد ايه هو حزين بعد الخساره اللي تعرضنا ليها امبارح، تعرض ليها منتخب الفراعنه في مباراه الكونغو الديمقراطيه وكمان توديعهم لبطوله كاس افريقيا 2023. قال كابتن احمد حسن كان يوم حزين جدا على كره القدم المصريه، خروج المنتخب من بطوله كاس افريقيا طول ال 120 دقيقه واحنا حاسين ان احنا ممكن نخرج في اي وقت. قال كمان الكل سند منتخب مصر من اول يوم، حاجات كتير جدا غلط حصلت وكانت يعني خلتنا نستحق الخروج من البطوله، 3 تعادلات قصاد منتخبات من التصنيف الثالث والرابع، وصلنا كمان لركلات الجزاء، ولكن ليس كل بطوله يعني ممكن نكون متاهل من خلال ضربات الجزاء، لازم ان احنا نكون عندنا كل الحلول، ولكن كانت ضعيفه جدا من اول البطوله، كان في ازمات كتير. واتكلم برضو وقال ان هو حاسس ان في عشوائيه في الاداء، والاداء كان اداء ارتجالي، وكان يتمنى اكيد ان اللعيبه يكونوا يقدروا ان هم يساعدوا الشعب المصري، وقال برضو هذا هو المتوقع نتيجه الاداء وعدم النظام اللي كلنا كنا شايفينه، كلنا كان عندنا امال كبيره وكان عندنا طموح كبيرة ولن تسير بالصدفة والعشوائية.